الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هتكلم معاكم في مفتاح جديد من مفاتيح العلم، مفاتيح السعادة في الدنيا والآخرة. كتير مننا نفسه دعاء يستجاب، أي حد مننا عايز دعاء يستجاب، أدعو فلا يستجاب لي. لذلك هذا المعنى تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب مفتاح الإجابة إيه؟ إيه المفتاح إن أنا عشان ربنا يستجب لي أفتح به فيستجاب دعائي؟ الدعاء. مفتاح الإجابة الدعاء. طيب واحد يقول لك أنا أدعو، يعني أدعو الله كثيرا. ناس كتير يقول لك أنا بدعي ربنا كتير، أدعو الله كثيرا ولكن لا يستجاب لي. لازم نعرف أن الدعاء هو العبادة. الدعاء مشهور انه مخ العباده، حديث ضعيف، لكن الاصح منه ان الدعاء هو العباده نفسها، لقول الله تعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. كلمه عبادتي هنا معناها دعاء. ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء محتاج مننا هم نشيل همه. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: لا احمل هم الإجابة، أنا مش شايل هم الإجابة، أنا شايل هم الدعاء. لذلك قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لم يقل دعوا. ربنا بيقولك لما بأسنا يجي تتضرع لله. التضرع يعني محتاج ذل، محتاج أن تلظ في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا رب يا رب، مش يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب توب علي، يا رب. لا، فين الذل؟ فين التضرع؟ فين المسكنة؟ فين الخشوع؟ فين الحضور؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل دعاء عبد الله غافل. واحد بيدعو الله وهو سرحان في حاجة تانية، انت مش مع الله، انت كده مش حاضر، قلبك ليس حاضر حتى في حال الدعاء. فانك انت عشان يستجاب دعاك تبقى حاضر وانت بتكلم ربنا، قلبك حاضر تدعو الله، تاخد بأداب الدعاء، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، تتمنى الخير لكل الخلق وتدعو بأدب وتتزلل وتتمسكن وتتضرع لله. هذا الفرق بين الدعاء اللي هو دعاء كده، يعني ما تتعاملش مع ربنا كده، يعني انك انت مستغني. كلا إن الإنسان لا يطغى، ليه؟ أرآه استغنى؟ مستغني؟ يعني أديك مثال بسيط، لو واحد النهاردة عايز حاجة من ربنا وهي يعني في حاجة عنده، هل هيدعو الله بنفس الحاجة اللي هو عايزها من ربنا بس مش عنده؟ يعني أنت محتاج من ربنا حاجة، طلب معين أنت محتاجه، هل تدعو الله نفس حرقة الدعاء ونفس التضرع لما تكون عايز من ربنا حاجة أنت محتاجها فعلا؟ لا، لما يكون واحد عنده حاجة معينة يا رب يا رب ويبكي ويتضرع لابد أن يكون حالك في الدعاء هكذا دائما. وبعدين عدد النعم ربنا ادهالك واتكلم براحتك بطريقتك مع ربنا، قل له: يا رب أنا عبدك، كنت مريض، يا ما كنت مريض وشفتني، يا ما كنت محتاج وديتني، يا ما كنت ضعيف وقوتني، يا ما كنت مرات كتير مسافر وكنت وقفت معايا، كنت فقير وأغنتني، كنت عزب زوجتني، كنت عاطل وظفتني، استعملتني، كنت جاهل علمتني، كنت مريض شفيتني، كنت صعلوك مولتني، وهكذا، كنت صغير كبرتني، كنت حافي ألبستني، عطشان سقيتني، جعان أشبعتني، هكذا. عدد عدد النعم اللي انت فيها، لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء. لو دعيت صح الإجابة تجيلك صح. مفتاح الإجابة الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.